أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من أجر عمارته ذات الشقق المتعددة على من لا يصلي الجماعة في المسجد أو يركب الدشوش يكون ثمن الأجرة حرام؟ نعم، إذا أجرها لعاصي يترك الصلاة مع الجماعة أو يعمل فيها دشوش للقنوات الفضائية فقد أعانه على الباطل، فلا يجوز له ذلك. نعم، ما يأجرها إلا واحد يصلي ويشترط عليه أنه ما يحط دشوش. نعم.